boys can't even sit with us, stupid. You dumbass niggas, you really thought you could sit with us, stupid. Nigga, look at my shoes, these is Louboutins, nigga. شباب هذا المقطع يوصل 300 ألف لايك عشان طيب اسمع 300 ألف لايك أصبغ صلعتك وردي وتطلع برا بالشارع وصلعتك وردية. أوكي خلاص شباب إذا تبون تشوفون صلعة أخوي وردية وصل المقطع 300 ألف لايك. السلام عليكم معكم دايلر مقطع جديد خلونا نشوف إذا نقدر نوصل المقطع 200 ألف لايك. صباح الخير يا أحلى ناس، صباح الخير للناس الجميلة بعيدا عن الكآبة. دايلر وينك؟ دايلر في دبي. أدي شباب صار لي فترة طويلة ما جيت دبي لأني صرت يعني كارهها شوي لأني طفشت خلاص طفشت كل مرة يعني جت فترة بحياتي كنت أجي دبي كل أسبوع. دايلر إيش عندك بدبي؟ دايلر عنده أشياء توب سيكرت ما أقدر أتكلم عنها، خليها وقتها أحسن. المهم كالعادة كل ما نبدأ فلوق لازم أوريكم المكان اللي أنا ساكن فيه فمشينا. السلام عليكم. المهم شباب اول ما تدخلون الفندق على يساركم حمام، لان ما ادري ليش في حمامات مره كثير بالغرفه ما ادري ليش بالشقه. هنا شباب عندهم صاله جميله جدا كبيره مره شباب، يعني بكل صراحه ذي الشقه مره كبيره. لا 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 مو كذا ابدا مو كذا، بصور معك بس مو كذا. هنا شباب غرفة اخوي ما ادري ايش ايه. شو الحواس يا شباب؟ شو الحواس؟ هنا في غرفة فاضية. دايلر ليش الغرفة دي فاضية؟ كان في اثنين المفروض يجون، نيفو ودحوم، بس الله يحرقهم. المهم شباب نكمل. هنا في حمامين، هنا حمام وهنا حمام ثاني. يعني اخوي مثل ما طق طقة راسه يتروشينا اذا وده يتروشينا. المهم نوصل عند غرفتي اكبر غرفه بالشقه. شباب شوفوا غرفه جميله جدا، تلفون على اليسار تلاقون دولاب غرف مرايه حمام جدا جميل. المهم وهذا احلى انسان بالعالم. هلا والله السلام عليكم تشرفنا. السلام عليكم. المهم الساعه 1 توني صاحي عندي اجتماع مع ديوان الساعة 3، فبروح البقالة اللي تحت وباخذ شيء خفيف بعدين احنا نتوجه للديوان. مشينا اشترينا اشياء مولعة، خلونا نشوف ايش هي. تعالوا 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 اوبا. اول شيء شباب شوز جميل من جوتشي يعطيهم العافية، وشورت جميل من محل ما ادري ايش حاطه نفس الكيسة. مكتوب اصنع فلوس ولا تصنع اصحاب، حكمة الحياة. يلا شباب نفتح. مكتوب ما فاتورة. الله يا سلام. الله يا سلام. شل ولعة. بس دايلر هذا مو نفس شوزك؟ هو صحيح عندي نفسه بس قررت اخذ ديزاين ثاني. المهم شوف طقمي المولع. الحين متجهين الى ديوان. والله اطلع كواليتي جدا عالي. المهم شباب وصلنا ديوان، خلصت كل شيء، خلصت كل اجتماعاتي وشوفوا مين شاف. طبعا جودي ما تبيني اصورها ما حاطه ميك اب. رند اهلا، متى نسوي كولابوريشن رند؟ يلا هلا. لا لا بعدين. هاي ساره هلا، شو الاخبار؟ ترى انا ناظر مقاطعك بس ما حد يدري. جد؟ شو يعني مقاطعك؟ مقاطع فيديوز. شو يعني مقاطع؟ المهم it was nice meeting you ويلا I have to go. اوكي باي. السلام عليكم معكم اخو دايلر مقطع جديد. شباب هذا الفلوج بمسحه كله. خلصنا كل شيء، الحين احنا متجهين عشان نروح نتغدى. وين نتغدى؟ عطني شعر شوي. لا ما في. الحين اخوي يعطي العافيه ما قصر، راح يعزمني على الغدا. شكرا. عفوا. عطني الباقي عطني الباقي. شباب شفتم كيف حتى الاخوان الكبار يخلون اخوانهم الصغار يتفهمون؟ ليش؟ يقول لك عشانك يوتيوبر، عشانك قاعد تصورني. عيال رجعنا الفندق والحين حان الوقت اني اسوي المقلب لاخوي. شباب انا يوم كنت بامريكا اشتريت
صبغة للشعر. اوكي شوفوا هذه تقعد معاك يوم كامل ما تروح. راح اسوي مقلب اخوي اني صبغت شعري وردي، اني انا صار لي كم يوم قاعد العب عليه واقول اني بصبغ شعري وردي بصبغ شعري وردي، يقول والله لا اذبحك. المهم الحين بصبغ وردي وبشوف ردة فعله. فيلا اتمنى اتمنى اني صدق ما اجيب العيد بشعري، لاني انا بعد شوي بطلع برا. فاحتياط بحط ذي كذا وبصبغ شعري. Niggas, you really thought, you could sit with us, stupid. Nigga, look at my shoes, these is Louboutins, nigga. Young rich squad, many boys can't even sit with us. Said he fly as me, but you must be smoking angel dust. المهم شباب، هذا الناتج الأخير. تسوى شوفون شعري صاير كنا تشيتوس. الزبدة الحين بروح عند أخوي وبشوف ردة فعله. فالله يعين شباب، أول شيء لازم نخبي ذول الأشياء. كيف؟ مولع مولع. اشنو؟ افتح النور. وذا ايش هذا؟ ايش صبغته؟ كذا؟ اي بطلع معك كذا ترجع خلاص؟ جاب لو سمحت. اوف 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 ليه حلو؟ شوف اي حلو 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 مره حلو مره حلو. بابا قال اصبغ وردي ولا تصبغ اشقر. زبده يلا مشينا مول. اوكي انت بلعت ولا ما يوصل ما يوصل ال صبغه 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 صبغه. لو في شعر كان صبغت مثلك توقعت انك تصفقني. صفقت ليه؟ خلاص الحين كل شيء مريض اسويه اهلي يشوفون انه عادي يقولون the usual. يلا خلينا نضحك عليك. يلا انت بتبسط الناس اليوم، كم يشوف شعرك بيضحك وبينبسط. والله كفو. انا شباب هدفي بهذه الحياة اني ابسط الناس. شوف شوف اللون شيء كولي اللون. او ماي جاد كني مهرج هالمره صدق كني مهرج. امزح امزح ترى ذا بخاخ اكيد. ايه بس ما ادري اذا بيروح اليوم ولا بيروح الحين ولا. المهم شباب كذا يكون خلصنا مقطع اليوم. ردت فعل اخوي بريال ونص. عبد الله ايش رايك بشعري قبل شوي؟ زبد ان قبل شوي تعنينا علشان نوخر اللون. ايه المهم نعم تخيل تخيل ذا المقطع يوصل 300 ألف لايك واصبغ شعري صدق كذا وردي. 300 ألف لايك؟ 300 ألف صدق انت ما عندك متابعين يوصلون 300 ألف لايك؟ صدق والله كلها 50 ألف يخب عليك. أقول 300 ألف لايك وتيجي طرق. شباب هذا المقطع يوصل 300 ألف لايك عشان طيب اسمع 300 ألف لايك أصبغ صلعتك وردي وتطلع برا بالشارع وصلعتك وردية. أوكي خلاص شباب اذا تبون تشوفون صلعة اخوي وردية وصل المقطع 300 الف لايك. المهم شباب هنا وصلنا نهاية المقطع. يعطيكم الف عافية المشاهدة صدق صدق يعطيكم الف عافية الدعم بالفترة الاخيرة صدق ما قصرتم. المهم شباب بكرة يكون في مقطع بعد راح يكون في مقطع. انا اسف اليومين اللي راحوا ما نزلت مقاطع كنت قاعد اتعود على اوقات دبي وقروشة دبي. المهم يعطيكم الف عافية المشاهدة. اذا انتم مشتركين بالقناة اشتركوا، واذا انتم مشتركين لا تنسون تفعلون زر التنبيهات. شكرا على المشاهده ثاني مره. لا تنسوا اللايك سبسكرايب الفيفرت. كان معكم دايلر عبد العزيز اخوي عبد الله. سلام. ايو Ayy, get in my way and try to block me, I'ma show aggression. Slide on your block like Danny Glover with a lethal weapon.
still thought she gave me top, I guess that's my confession. Got no regrets, I made mistakes, but I learned from my lessons. Trapping by the stoop, villains pull up to the coupe. My car ain't got no roof, thought this shit was bulletproof. I can't feel my face, smoking.